صباح الخير يا زلمة متابعين فتح الفن الصباح لشركة وينز البروكر. الدموا لكم كريم مجدي اليوم 9 مارس 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تداولات محايدة وتداولات عرضية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي بدون اتجاهات واضحة خلال تداولات أمس، ودرجة أكيد في المقام الأول لغياب البيانات الهامة وغياب الأحداث المحفزة للأسواق. وطبعا اللي شفنا الأداء الباهت خلال تداولات أمس في ظل بداية طبعا أسبوع طبيعية، ما كانش عندنا أي بيانات هامة نقدر نتكلم عليها وأخبارها ما نقدر إن احنا نوضحها لحضراتكم. ده اللي خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. وما احنا شايفين طبعا الأداء العرضي والمحايد تماما والإغلاق تقريبا عند نفس سعر الافتتاح النهاردة، محاولات إيجابية للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، محاولات للتعافي والعودة للأداء الإيجابي، ثبات أعلى 38.45، أداء إيجابي على الإي إم إيه، على السار، على الفلات ترند، حتى على مؤشر الستوكاستيك ثباته أعلى المتوسطات السعرية، كل ده مدعمه بشكل كبير. ولذلك نتوقع مزيد من الأداء الإيجابي، ولكن بشرط كسر 38.95 عشان يروح لل 39.45 وراها ال 40.10. مرة تانية الأداء الأكثر توقعا هو الأداء الإيجابي، ولكن بشرط كسر 38.95 عشان يروح 39.45 وراها ال 40.10. السيناريو الاخر المعاكس اتحقق بكسر 37.90 علشان يروح لل 30 وراها ال 36.90. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.